صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. يلا يلا البنات اللي عندها شي بيت خصها تخملها، تنوض تخملها اليوم ان شاء الله. هذا الفيديو تحفيزي والله العظيم، ما كاين ما احسن من النقاء. شتي ملي كتجمعوا وتنقيو الدار كتحسوا بواحد الراحه، اش غادي نقول لكم؟ ما شاء الله، نوضوا خملوا ومن بعد غادي تشوفوا هذا الشيء اللي كنقول لكم. وقبل البنات ما نمشي الفيديو، بغيتكم تدخلوا القناه طبخ ناديه. هاد الانسانه هادي سبحان الله العظيم، طيبه طيبه لواحد الدرجه ما تصوروش. وقت ما حطيت الفيديو كتهزو وتحطو في القناه ديالها وكتدعمني وكتشجعني، كتدخل عندي الواتساب، سميره حطي في القناه ديالك، سميره علاش غبرتي؟ وتهز الفيديو ديالي وتحطو في القناه ديالها باش تكون عندي المشاهده. والله انا دياله كنشكرك بزاف بزاف، حتى نتوما البنات بغيتكم تدخلوا عندها وتشجعوها وتشكروها. نخليكم دابا الغزالات ديالي مع الفيديو، فرجه ممتعه. اليوم يا البنات غادي ندير معكم الدواز. يعني الناس كل واحد شنو كيسمي، حنا الشلوح كنقولوا ليه الدواز اولا المرقه. غادي ندير اللحم، يعني غادي ندير هنايا اللحم. وبغيت نقول لكم هنايا راه القهوه بلاتني بها عكوستي. يعني نطات الصباح قلت ضروري نشرب واحد كويس ديال القهوه. نقول لكم القهوه كيفاش كندير ليها. كنطيب الماء وكندير القهوه في كاسرونه، ولا كطيبوا الماء في الكاسرونه. انا الصراحه طيبت الماء في الكاسرونه ملي طفيت على البوطه ودرت القهوه، صافي خليتها تلقات واحد شويه ودرتها في كويس ودرت عليها السكر. اش غادي نقول لكم، مذاق رائع. هنايا قلت لكم غادي ندير معكم الدواز. اللحم عادي، يعني واحد المريقه كتجي واعره واعره، غير تبعوا معايا ان شاء الله المقادير والطريقه. اول حاجه يا البنات هنايا خديت البصله وحده شلطه شويه غليظه، وهنايا درت غير واحد فص ديال الثوم هكايا مقطع، والبصله هكايا مقطعه شرائح كبار باش هكا تبان لينا. صافي هنايا كندير البصله. غادي ندير التوابل، ندير تقريبا معلقه صغيره ديال السكنجبير، وغادي ندير هنايا البزار والخرقوم البلدي. هادو هما المقادير اللي كندير، اولا التوابل عفوا اللي كندير. هنايا بالنسبه للبزار غادي ندير واحد ربع معلقه صغيره ديال البزار. صافي هنايا زدت الخرقوم والزيت، غادي نخليها هادشي يتشحر واحد شويه. من بعد ما غيتشحر غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، غير واحد شويه باش باش هذيك العطريه ما تحرقش ليا، غير واحد شويه. المهم غادي نشحر ان شاء الله ونتلقاو. هنايا غير كيبدا يتشحر مزيان بحال هكا، غادي نمرق وغادي نخلي اللحم يطيب، وغنمشيو دابا نشوف اش غادي نديرو ان شاء الله. شوفوا يا البنات سبحان الله العظيم، بديت كنخمل، يعني الله حيت هاد البيت قلت نسوسها ونقادها، وبغيت نخمل حتى الصالون نرجعو لبلاصتو. حتى جات واحد السيده عرفتي مده طويله هادي ما جات عندي، قلت لها جابك الله. ماش حتى دقات عليا قالت لي توحشتك وبغيت نشوفك وهذا، قلت لها جي جي جابك الله. هي الدنيا هانيه، الله يحفظك على الله الزهراء. علاش تعذبي كاع راسك؟ انا نخدم لك فابور الحمد لله، وهذاك الشيء اللي جاب الله الله يجازيك. حاشا لله الزهراء، راكي عزيزه وغاليه. شتي فاش جيتي عندي؟ الحمد لله. توحشتك وجيت عندك، وملي جيت جبرت بغيتي تخملي وحدك وعيانه، اللهم نعاونك شويه بعد الحمد لله. الله ينورك بارك الله فيك، والله انا مرضيه الوالدين. الحمد لله. والله الا مرضيه الوالدين، الحمد لله والشكر لله. المهم البنات راه غادي نقادو هاد بالتلفزيون، غير غادي نسوسو صافي. يعني جبت الصراحه بغيت غير نسوسو نقادو، وغادي نبدل الطلامط باش نغسلهم حتى هما، وغادي نقاد الصالون دابا ملي جات عندي لاله الزهراء. غادي نشد فيها باش تعاوني الصالون حتى هو نرضوه. الله يحفظك على الله الزهراء، والله الا شكرا بزاف والله العظيم. شوفي مي كيجي عندك واحد الانسان، يعني راه وشوفوا راه مشات ليا نمرتها، راه مشات ليا نمرتك، راه ماشي عرفتي شحال باقي البنيه الاولى عندها شي 3 سنين. انسان ما عمرك
شفتيها؟ لا. شتي سبحان الله العظيم. وقيلة نعمة كانت عندها شي 4 سنين ولا 3 سنين عند نعمة. واش 10 سنين هادي ما شفتهاش؟ شوف سبحان الله العظيم ذكرتني وجات عندي والله العظيم الا شكرا 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 بزاف لاله زهرة الله ينورك. صافي البنات غادي نكملوا هاد الروينه، المهم اللي درتها راه غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. البنات خليت لاله الزهرة تكمل لي البيت وجيت هنايا نشوف، لقيت اللحم راه قرب يطيب غير واحد شويه. غادي نزيد ليه دابا يا خزو وغادي نخليه يطيب واحد شويه، ومن بعد غادي نزيد البطاطا والربيع. صافي هذاك الشيء اللي غادي نزيد. صافي هنايا البنات غادي نغسل الماء عندي والماكينه راه خدامه. المهم البنات انا غنغسل الماء باش ما يجيش هكا الفيديو طويل بزاف، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نشوف شنو غادي نديرو. صافي هنايا البنات بالنسبه للبيت راه كملتها ليا لاله زهرة، بدلنا الطلامات وبدلنا كذلك. وهنايا البنات بالنسبه للصالون ما غاديش نقيسوه حتى نتغداو ان شاء الله، غنمشيو نشوفوا المريقه كيفاش جات، كتجي خاطره وزوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم بطبيعة الحال الناس اللي باقي ما جربوهاش. صافي هنايا من بعد ما تغدينا جينا للصالون، هنايا لاله الزهرة راه حيدت لي داك الشرجم وغسلته، خوينا كاع هادشي ديناه للاكور، شي حاجه حطيتها في لاكور وشي حاجه حطيتها في وسط الدار. المهم غادي نتعاونوا على هادشي ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه لدوك المخدات راه بقاو في الشمس، خليتهم يتشمشوا مزيان. هنايا البنات ما غاديش نفرش الزربيه وما غاديش نفرش كذلك الحصيره، صافي غادي نخليها كي الصالون بلا ما ندير لا حصيره لا والو. ما دابا صافي سخون الحال ما كاينلاش، والزربيه عندي اش غادي نقول لكم دغيا دغيا كتوسخ، صافي قلت بلاش من الاحسن بلا ما نفرشها. صافي هنايا المخدات كما كتشوفوا خليتهم كيتشمشوا هنايا، ودوك الطلامط ديال البيت تلفزيون راه صبنتهم في الماكينه ونشرتهم. صافي هنايا قادينا الصالون فرشناه، ومشيت انايا هزيت كنسيق هكايا في الدار. بالنسبه لاله الزهرة مشات كتغسل لي هذيك الحصيره وكذلك كتحك لي في لاكور. المهم نتعاونوا باش دغيا دغيا نكملوا، راه الصراحه الله ما كاين ما احسن من المعاونه، يعني ملي تيكون العوين شي حاجه زوينه شي كيشجع شي. المهم شي كيشجع شي وصافي. المهم البنات انا هنايا كنحك في البيت، درت الصابون مع شويه ديال جافيل وتنحك الدار، من بعد كنشللها وكنجفف، ومن بعد كندير هاد الجفاف اللي كيكون ماشي هذا الاخر دابا غادي تشوفوه ان شاء الله. صراحه الله هذا كندوزو، من بعد كندوز هذاك الاخر، هذاك تيحيد ليا الخمله والزغب، يعني بعض الخرز كيكون الزغب هكايا في الارض وكذلك الخمله، داك الجفاف تيحيدو كنخلي حتى الاخر عاد كنديرو. المهم البنات خليكم معايا تشوفوا شنو غادي نديرو مازال. هنايا البنات هاد الطبله هادي غادي ندير ليها واحد المسيحه نيت مع مغبره حالتها. المهم راه جفيت هنايا ومسحت، وهنايا باقي حتى الكوزينه، يعني باقي ما نقيتش الكوزينه غير خويت فيها الماء وخليتها، من بعد غادي نجي نحكها. صافي غادي نمسح هاد الكراسه كما قلت لكم الطبله راها مسحتها. صافي غادي نكملوا هاد الروينه هادي، صراحه الله ما كملنا حتى لربعه العشيه عاد اللي كملنا. كنتمنى منكم البنات ديروا لي لايك الفيديو، كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نقول لكم سلام عليكم، خليت لكم الراحه.